أول مشاكل تجي جنابك الوحدة الصغيرة اللي هي فوج موسى الكاظم التي سكنت خان الكابولي في الكاظمية جنابك. نعم. خان الأفغان وتشكلت كتيبة سيارة كتيبة خيل. نعم. لأن الجيش كان أصلا في عقيدته العسكرية أما بيادة بيادة يعني مشات أو جنابك خيالة. نعم. لذلك البيادة شقد خدمته كله تطوع سنة ونص أما الخيالة فسنتين. وأول ما أجا عينوا وكيل رئيس أركان الجيش كان رئيس أركان الجيش كان السيد نوري باشا السعيد رحمة الله على روحه، معاون حركات، معاون ميرة وإدارة، ومعاون حسابات، ومعاون مشاور قانوني اللي هو صبحي حليم كان نائب الأحكام. شوف لا جلابك يعني الجيش كان عبارة عن مطوعين كل ورغم ورغم هذا عندهم حدود للخدمة سنة ونص بسنتين. نعم. لذلك منشور الجيش جنابك حتى عقوبات عسكرية ماكو، كان الضرب بالمقرعة اللي نسميه شو اسمه احنا جنابك الجلد. نعم. اول شيء جلد ما بال 35 انا دخلت الخدمة الإلزامية كان كلها خدمة تطوعية. نعم. بموجب منشور الجيش الصدر سنة 1922.